كوننا بشراً إننا ننجذب بالفطرة إلى عظمة العالم الطبيعي وإلى المناظر الخلابة التي تلهمنا عبر حجمها وجبروتها. خلال لحظات كهذه نشعر نحن البشر ولسبب واضح بشعور صادق من الإعجاب، ولكن لا تكون مظاهر الطبيعة الأكثر إدهاشاً دائماً تلك المحددة بالقوة الهائلة أو الضخمة في الحجم، إذ عادة في الزوايا الكامنة لعالمنا تستحق العديد من أعظم عجائب الأرض مركز الاهتمام. عجائب من الجمال النادر والتعقيد والإبداع والتصميم، عجائب هي الأجنة الرقيقة لحشرة لا يتجاوز وزنها 28 جراما. مشاهدتك لفراشة، إذا حاولت أن تصف ما تشاهده فستجد أنك عاجز عن التعبير عنها بالكلمات، ولقد قلت لنفسي أريد أن أكون جزءا من ذلك، إنها أروع شيء. عندما تمسك بفراشة حية بيدك لأول مرة، ربما قد أمسكتها بالشبكة أو أنك التقطتها من على زهرة أو شيء آخر، فسوف ترى ذلك المخلوق الحي شديد الجمال، وترى ما يزيد حجمها وهي أقدامها وقرن الاستشعار تتحرك في الوقت نفسه. لكل نوع من 20,000 نوع من الفراشات نمطه اللوني المختلف، ولكل نوع أيضاً شكل أجنحته المختلف. ببساطة إن ذلك التنوع مدهش جداً، ولو كنت أشهر رسام في العالم فلن أستطيع ابتكار كل هذه الأنماط أبداً، سيكون ذلك مستحيلاً. إذا بحثت في أعمال باحث فراشات وهو شخص يدرس الفراشات باستمرار، فستجد ضمن كتاباته كل الكلمات التي تصف الدهشة. فحقيقة أن الأمر يبدأ بمرحلة اليرقة، ثم تتحول إلى هذه الشرنقة الغامضة والتي يخرج منها هذا المخلوق الطائر. لقد أسر هذا الأمر مخيلة البشر منذ القدم. عبر التاريخ لامست الفراشات العقل البشري والروح البشرية على الصعيدين العلمي والفلسفي. قبل 3500 عام درس الفنانون المصريون أشكالها وحولوها إلى أيقونات للجمال والكمال الشكلي. وفي تقاليد الأستيك والمايا رمزت الحشرات إلى الحياة والموت. وبالنسبة لليونانيين القدماء فكلمة سايكي وهي كلمة فراشة عنت حرفياً الروح. وفي الحاضر إن الكلمات مثل ساحرة ومذهلة تستخدم عادة لوصف دورة حياتها الغامضة. بالنسبة إلى كل فراشة تقريباً إنها دورة حياة تبدأ عادة بعيداً عن أعين العالم. وفقاً لنوعها تستطيع أنثى الفراشة أن تضع مئات البيوض خلال حياتها القصيرة، وتبدأ كل واحدة منها عملية استثنائية من النمو والتحول. إن البيوض مدهشة بحد ذاتها، إن لها بنية خاصة بكل نوع، وبعضها يوصف أنه مدهش ببساطة كمثال. إذا نظرت إلى بيضة لنوع مونراج فإن لها بنية متناسقة جميلة تشبه قبة صغيرة للغاية أو دار عبادة. باختلاف في الحجم من رأس الدبوس إلى عرض ظفر طفل، كل بيضة ملتصقة بنبتة عبر سائل لاصق تفرزه الفراشة، وهي موضوعة ضمن طبقة من الشمع تساعد في إبقائها رطبة وداعمة للحياة. تثبت كل بيضة على نوع نبات معين اسمه المضيف. هذه النباتات المضيفة هي مصدر الغذاء الوحيد الذي ستأكله صغار الفراشة.
لذلك يعد التحديد الدقيق لأوراقها وفروعها أمراً فائق الأهمية، والإناث معدة جيداً لتلك المهمة. إن استقبالها لرائحة هذه النباتات قوي جداً، لذا فهي تستطيع إيجاد هذه النباتات على بعد كيلومترات، وعندما تقترب من النبات المضيف تصبح قادرة على معرفة أن الرائحة تزداد قوة، ثم بعدها تركز على شكل الأوراق، تعرف ما شكل أوراق النبات المضيف بشكل غريزي، وتبدأ بالتذوق، وهي تتذوق بأقدامها، وبأقدامها الأمامية تقوم بضرب الأوراق وقشط الأوراق، وبعدها تستخدم خرطومها لتتذوق ما قشطت، وهي تشتم بقرني استشعارها، فيصبح لديها الأرجل وخرطومها وقرنا الاستشعار. لديها كل هذه الوسائل للتأكد أن ذلك النبات هو النبات المناسب. إن الفراشات لا تخطئ أبداً، أعني إن ذلك مذهل ببساطة. إنه أحد أروع عجائب الطبيعة أن ترى كيف تستطيع هذه الأنثى فعل هذا. بالنسبة إلى العديد من الأنواع، تفقس البيوض خلال أسبوع، وبعد ذلك فإن اليرقة التي ظهرت حديثاً وهي يرقة الفراشة لا تضيع أي وقت وتشرع ببدء المرحلة الثانية في رحلتها نحو النضج. ندعوها آلات الأكل لأن ذلك هو هدفها الوحيد، وهو الأكل والنمو، الأكل والنمو. يمكنك في الحقيقة أن تسمع صوت أكل يرقة جائعة ومشغولة حقاً بالأكل، يذكرك ذلك نوعاً ما بأكل الذرة المطبوخة. إنه صوت الأكل وحسب، صوت القاطع والمضغ، القاطع والمضغ بهدف بناء المواد الخام لمرحلتها التالية من الحياة. تستطيع اليرقة أن تكسب الوزن بسرعة كبيرة لدرجة أنها تأكل ما يعادل وزنها من مادة الأوراق يومياً. متسلحة بفك قوي وبسبيل هضمي يمتد على طول جسمها، تستطيع هذه المخلوقات الشرهة أن تضاعف وزنها عند الولادة أكثر من 3000 مرة خلال أقل من أسبوعين. لأريكم مدى تميز عملية اكتساب الوزن هذه، تخيلوا أن لديكم رضيعاً يزن 3.5 كيلوغرامات، وقام بمضاعفة وزنه 3000 مرة أثناء نموه، فسيصبح وزنه أكثر من 10 أطنان. يحدد نمو اليرقة عبر عمليات انتقال عنيفة تسمى عمليات الانسلاخ. تخيلوا أن جلد اليرقة الخارجية يشبه بدلة الغوص، إنه يستطيع التمدد قليلاً وهو عازل للماء، لذلك لن تصاب اليرقة بالتجفاف. بينما تنمو اليرقة تقوم بملء بدلة الغوص، وفي نهاية الأمر ستصل إلى نقطة لا تستطيع النمو أكثر، وعندها تصنع نسخة أكبر من الداخل. تبدأ عملية الانسلاخ عندما تلتف اليرقة، وبعد ذلك تنسج وسادة من الحرير وتثبت جسمها بإحكام باستخدام مصات صغيرة على أرجلها، وتقوم بقطع جلدها قرب الكبسولة التي تغطي رأسها. هناك نهايات حسية في الجلد الميت. في جلد اليرقة توجد أعضاء متحسسة للضغط، إنها تحدد كمية الضغط والشد المطبق على الجلد، وعندما يصبح قوياً جداً ترسل إشارة إلى دماغ اليرقة، والتي تسبب إفراز هرمون يؤدي إلى عملية الانسلاخ. ستجري اليرقة 4 أو 5 عمليات انسلاخ. يتكون جسمها السريع النمو من نوعين من الخلايا: خلايا الجسم اليرقي والتي تكون في كل أعضائها وتبقيها بحالة ناشطة وحية، وخلايا التطور الفراشية والتي تؤمن مستقبل اليرقة كفراشة. ومع اقتراب نهاية مرحلة الحياة اليرقية، تتوقف اليرقة عن الأكل وتجد منطقة منعزلة وتقوم بنسج وسادة حريرية أخرى، وعندما تنتهي من ذلك تقوم بتثبيت نفسها مستخدمة زوائد تتواجد في نهاية جسمها وتتدلى دون حراك.
تتدلى هناك مدة يوم تقريباً، عادة على شكل عكاز. تخضع اليرقة لجميع أنواع التحولات الكيميائية، إذ يتغير لونها ولا نعرف ما يحدث في الداخل، إلى أن وفجأة تبدأ بضخ السوائل حتى يبدأ الجلد بالانسلاخ. تحدد آخر عملية انسلاخ لليرقة بداية ثالث مرحلة في تشكل الفراشة وظهور بنية مميزة اسمها الشرنقة. وبينما يتم إبعاد الجلد القديم، تقوم المشمرة وهي زائدة رفيعة موجودة أعلى الشرنقة بالتحرك وأخذ مكانها حتى تمسك الوسادة الحريرية بشكل دائم. وباستخدام المسح بالمجهر الإلكتروني تم تكبير المشمرة أكثر من 500 مرة. لدى الشرنقة خطافات مجهرية على المشمرة، وتقوم بتثبيت هذه الخطافات بوسادة الحرير التي وضعتها أسفل ورقة، ثم تبدأ بالدوران. وتدور هذه اليرقة وتدور وتدور لأنها تريد أن تزيل ذلك الجلد القديم الذي لديها. وخلال الساعة التي تلي ذلك تتصلب الشرنقة وتأخذ شكلها النهائي، بينما تبدأ أحد أكثر العمليات روعة في الطبيعة. إنها عملية التحول من يرقة إلى فراشة. ما تراه داخل الشرنقة ليست كتلة عديمة الشكل، إنما هي المادة الخام لتكون الفراشة الناضجة. يمكنك رؤية ألواح الجناح حيث ستتشكل الأجنحة الناضجة. يمكنك رؤية الرأس وبداية ظهور الأعين المركبة. كل ذلك ظاهر عبر الغلاف الخارجي للقشرة، والشرائح البطنية مفصولة بشكل واضح عن الشرائح الصدرية حيث أنها مكان اتصال الأجنحة. الأمر مذهل مقارنة مع اليرقة التي كان شكلها تقريبا نفسه على طول جسمها. هذا التحول من حشرة مفصلية أسيرة للأرض وآكلة للنباتات وذات رؤية وحركة محدودتين إلى حشرة جميلة مجنحة تأكل الرحيق والتي تنتقل مستخدمة حواسا استثنائية والتي تستطيع التحليق مسافة 80 كيلومترا في اليوم لهو أعجوبة في عالم الطبيعة. ما زالت طريقة حدوثه بدقة أمرا غامضا للغاية، ولكن الأبحاث المبتكرة على مستوى الجزيئات والخلايا تؤمن أدلة جديدة مثيرة للاهتمام. هناك بعض الاستمرارية للأنسجة من اليرقة إلى الفراشة الناضجة، ولكن معظم ما كان موجوداً لدى اليرقة سيختفي ويتحول إلى بنى جديدة لا نظير لها لدى اليرقة. كمثال، لا يوجد أي شيء يشبه العين المركبة لدى الفراشات عند اليرقات، ولا يوجد شيء يشبه خرطوم الفراشة لدى اليرقة، ولا توجد الأرجل المفصلية الطويلة للفراشات لدى اليرقات. لذلك هناك كل هذه البنى الجديدة التي سوف تبنى. توجد لدى الحشرات المتحولة خطتان لمفهوم الجسم. يجب في البداية أن تكون جسماً كامل الوظائف، ثم يجب أن تغير المعدات وتكون جسماً جديداً كلياً. أنا منبهرة من التطور الذي تتحول فيه البيضة إلى يرقة، لأنها عملية معقدة حقاً. وبعد ذلك يجب أن تدخل مرحلة الشرنقة، أن تنجح في التحول، لذلك تشعر أن المشكلة مضاعفة. يبدأ تكون الفراشة من الدمار الجزئي لليرقة داخل الشرنقة، حيث أن خلايا الجسم اليرقي التي كونت أعضاء اليرقة وأطرافها يتم هضمها وتفكيكها بشكل منتظم داخل الشرنقة. يجب أن تتخلص أو تهضم أنسجة اليرقة، لأنها لن تفيد الفراشة البالغة،
في الواقع تختفي الخلايا، ولكن مادتها ومكوناتها يعاد تدويرها وتتحول إلى سائل ما، والذي منه ستكون البنى البالغة. عبر هذه العملية، فإن خلايا التطور الفراشية وهي أساس جسم الحشرة الناضجة يتم حفظها لتتميز وتنقسم. إن موت الخلايا أمر مبرمج مسبقاً وليس عرضياً، فلو قتلت الخلايا الخطأ ستقع في مشكلة. لقد تمت هندسة الأمر بعناية، يجب أن تبقى بعض الخلايا القديمة، لذلك يجب أن تعلم كيف تريد أن ينتهي الأمر قبل أن يبدأ. لا تود أن تهضم كل شيء، بل الضروري، ثم تبدأ خلايا التطور الفراشية بالانقسام السريع، ويمكننا أن نتعقب المسار المتواصل للعملية عبر نمط تشكل الجناح. تحدث هذه الرقصة بين الموت والتجدد في عزلة الشرنقة ودون أي مشاهدين أو تصفيق. وخلال العقدين المنصرمين، عمل العلماء بجد على رفع الستار عن هذه العملية. لقد بحثت في هذا الأمر طيلة 15 عاماً، وبشأن إمكانية الدخول إلى هناك لتصوير ما يحدث داخل الشرنقة، كان هذا السؤال مطروحاً، وخطرت لي فكرة أن التصوير بالرنين المغناطيسي قد يكون الأداة المثالية لنرى داخل الشرنقة. لقد قاد تحدي توثيق تطور الفراشة صورياً عالم الأحياء ريتشارد سترينجر إلى جامعة ديوك ومركزها المختص بالمجاهر المتطورة. وهناك وعلى نطاق 10 أيام تم فحص شرانق فراشات مونارك طوال دورة كاملة من عملية التحول. قام كل فحص بتشريح الشرانق بصرياً إلى أكثر من 200 قسم، وخلال الساعات 8 الأولى من اليوم الأول رأى سترينجر تغيرات هامة. حتى عندما كانت تلك مراحل مبكرة جداً من التطور في الشرنقة، كان بالإمكان بالفعل رؤية الأشياء التي ستكون جزءاً من الفراشة تتكون، ومن بينها الرأس والدماغ، ومن بينها العضلات أيضاً والأجنحة وقرنا الاستشفاء. استخدمت بيانات رنين سترينجر المغناطيسي لاحقاً لصنع تشريح ثلاثي الأبعاد لجسم الفراشة عندما كانت تتكون داخل الشرنقة. في اليوم الأول ما زال جهاز اليرق الهضمي الضخم بحجمه الكامل تقريباً، وبحلول اليوم 10 أي قبل ساعات من خروج الفراشة كان السبيل الهضمي قد تم إعادة بنائه. إن حجمه الآن حوالي ربع حجمه الأصلي، وذلك مثالي للحشرة البالغة التي تكاد لا تأكل سوى الرحيق. وخلال هذا التحول كانت الأعضاء التناسلية لدى الفراشة وهي غير موجودة عند اليرقة قد تكونت وتطورت كلياً، وتم إعادة تشكيل قلبها الأنبوبي الشكل ليتسع ويعمل ضمن بطن الفراشة. وفي مقدمة الشرنقة استمرت التغيرات الجذرية بالحدوث، فعينا اليرقة البسيطة والتي تميز بين النور والظلام وحسب قد تم استبدالها بعينين معقدتين كبيرتين. وتم بناء بنية عضلية تدعم التحليق والتنقل من كل من خلايا التطور الفراشية وخلايا الجسم اليرقي التي أعيد تدويرها. وتم تكوين أرجل الفراشة 6 وقرنا استشعارها وأنبوب التغذية لديها بشكل مستقل، وهي مركبة بشكل محكم بكتلة موجودة على جدار الشرنقة. وأربعة أجنحة لكل منها شبكة دقيقة من العروق والصفائح تكونت وزينت واكتملت خلال أقل من 2 أسبوع. إنها تشبه مخلوقاً آخر، ومع مرور الأسبوع يجب أن تحدث تحولات في القلب، ويجب أن تحدث تحولات في قرني الاستشعار،
ويجب أن تحدث تحولات في الأعضاء التناسلية. يشبه الأمر هنا وجود فرقة موسيقية كبيرة، ويوجد لهذه الفرقة قائد، إنها قيادة مسؤولة عن كل ذلك. كان ذلك أكثر الأشياء روعة التي رأيتها في حياتي. يرقة إلى فراشة، كاد التحول إلى طريقة عيش جديدة كلياً أن ينتهي. خلال أولى اللحظات بعد الظهور، تجري الفراشة آخر الاستعدادات لتطير وتأكل، إذ أنها تنهي بناء خرطومها وأجنحتها. الخرطوم هو لسان يشبه قشة الشرب، وهو مجوف من الداخل. ولدى الفراشة عضلات في رأسها تستطيع بواسطتها أن تمص مثل مضخة ماصة لتشرب بها الرحيق. داخل الشرنقة ينمو الخرطوم كقطعتين منفصلتين، والآن بعد الخروج من الشرنقة فوراً يجب أن تجمعهما الفراشة كقطعة واحدة أو ستموت جوعاً. إنها قشة بجزئين، هناك مفصل على طرف، ويجب أن تدخلها بالمفصل في النهاية الأخرى. ستجد على رأس الفراشة زائدتين تدعيان بالغمدين، ويبدو أنهما يحميان الخرطوم ويساعدان في تركيب الخرطوم أيضاً. وبينما تقوم الفراشة بتركيب الخرطوم، تأخذ أجنحتها شكلها النهائي أيضاً. عندما تخرج الفراشة من الشرنقة، تكون أجنحتها ناعمة، طرية ولينة، وهي مليئة بالعروق. ما تفعله الفراشة هو باستخدام عضلاتها البطنية أنها تقوم بضخ سائل الدم المف عبر العروق وإلى الأجنحة، مما يؤدي إلى توسعها بسرعة، فتأخذ حجمها وشكلها الكاملين. كل جناح من أجنحة الفراشة الأربعة مغطى بآلاف من الصفائح المجهرية الموضوعة مثل القرميد على السطح. لم ترتب هذه الصفائح لمجرد تحقيق الكفاءة الهوائية وللأنماط الباهرة، إنها تؤدي دور الألواح الشمسية أيضاً، فهي تجمع الحرارة لتدفئة عضلات التحليق للحشرة ذات الدم البارد. تتكون عين الفراشة أيضاً من مجموعة واسعة من الأجزاء المعقدة. تعمل آلاف مستقبلات الضوء السداسية الأضلاع بشكل موحد لتشكيل رؤية فسيفسائية لمحيط الحشرة. بينما ينتج عن الشكل الكروي لكل عين مركبة نطاق رؤية يغطي أكثر من 180 درجة. تدرس الآن مجموعة من أفضل علماء الأحياء والكيمياء في العالم عملية التحول على سلسلة من المراحل الجديدة، محاولين دمج هذه الأبحاث مع التطور والتقنيات التي نمتلكها في علم بيولوجيا الجزيئات وعلم التصوير الحديث أيضاً. الفراشات هي بمثابة قطع فنية جميلة، يمكنك أن تقدرها لمستوى المهارة اللازمة لصناعة مثل هذه اللوحة الفنية، ولكن ما يحدث هو أكثر غناً من ذلك، وهذه المخلوقات أروع بكثير. إننا ندرك الخطوط العريضة لبعض العمليات المشاركة في عملية التحول. إنه لغز، إنها كالصندوق الأسود. تدخل اليرقة إلى الصندوق وتظهر فراشة. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟
نحن نعلم فقط جزءاً من الألف مما يحصل داخل هذه الحشرات وداخل دماغها الذي بحجم رأس الدبوس وكل الأشياء التي تستطيع فعلها، الطريقة التي توجه نفسها بها وتهاجر بها، وطريقة إيجادها للنبات المضيف. بينما يقوم العلم بالتعمق في دورات حياة 20,000 نوع من الفراشات المعروفة التي تعيش على هذه الأرض، هناك قصة تتميز عن أي قصة أخرى. إنها قصة ملحمية تقع أحداثها عبر قارة بأكملها، ورحلة إلى قلب الجمال والغموض الذي يحيط بعملية التحول. لأكثر من 30 عاماً سافر الباحثون من حول العالم، ومن بينهم عالم الأحياء توماس إيميل، إلى غابة معزولة لدراسة ظاهرة لا نظير لها في الطبيعة، هجرة فراشة مونارك إلى المكسيك. لقد بدأت بهذا البحث منذ عام 81، وقمت بعد ذلك بالذهاب في عدة رحلات خلال عدة سنين. لدينا هنا نوع فراشات يفعل شيئاً مذهلاً بحق. تخيلوا 300 مليون فراشة مونارك في مكان واحد، قطعت مسافة حوالي 4,800 كيلومتر لتكون في مكان لا تتجاوز مساحته 4% من الكيلومتر المربع، والموجود في السلاسل البركانية جنوب وسط المكسيك. تبدأ هجرة فراشات مونارك في سبتمبر كل عام، عندما تبدأ معظم الفراشات التي تعيش في أمريكا الشمالية شرق جبال روكي بالانتقال إلى وسط المكسيك. قد تمتد رحلتها لمسافة أكبر من 4,000 كيلومتر، وهذه الرحلة مهمة لسببين. إن فراشات مونارك فراشات استوائية وغير قادرة على تحمل برودة الشتاء القارسة في الغرب الأوسط وكندا، ولأن دورة حياتها تعتمد على نبات الصقلاب. أكثر من 100 نوع من نباتات الصقلاب تنمو عبر الولايات المتحدة خلال فصلي الربيع والصيف، وهي النبات الوحيد التي ستختاره أنثى فراشة مونارك كمضيف لبيضها. تحتوي أوراق نبات الصقلاب على مادة الجلايكوسيدات القلبية، وهي مادة سامة قد تسبب الموت. بعد فقس البيض، تأكل اليرقات النباتات وتخزن سمومها في الطبقة الخارجية من جلدها. ثم خلال عملية التحول، تنتقل مادة الجلايكوسيدات من اليرقة إلى الفراشة البالغة. وكلما مدت فراشة مونارك أجنحتها، ترسل أنماطها المميزة تحذيراً لمفترساتها: لا تأكلوني، إن مذاقي رهيب. ومثل فراشة مونارك، لا تستطيع نباتات الصقلاب النجاة في شتاء أمريكا الشمالية القاسي، وفي نهاية أغسطس تبدأ بنشر بذورها. وفي تلك المرحلة توقف فراشات مونارك كل نشاطات التكاثر. إذا كانت الفراشة أنثى فلن تضع بيوضاً، وإذا كان ذكر الفراشة فلن ينتج نطافاً. كلها تتناول الطعام، وكلها مليئة بالحيوية. مع عدم وجود نباتات الصقلاب من أجل بيضها حتى الربيع، تكرس فراشات مونارك نفسها بالكامل للاستعداد للطيران عبر القارة، وتقضي آخر أسابيع الصيف بالتغذي على الرحيق لتبني احتياطاً من الكربوهيدرات والدهون كوقود لرحلتها. إن لفراشات مونارك التي فقست في الربيع أو أوائل الصيف حياة قصيرة تمتد لأسبوعين أو 4 فقط، ولكن الجيل الذي فقس من شهر أغسطس مبرمج جينياً على البقاء حياً لمدة تصل إلى 9 أشهر. إن آخر جيل في الصيف، ذلك الجيل الذي سيعيش طوال الشتاء ويصل إلى الربيع المقبل، يعد مشكلة مثيرة للاهتمام لعلماء الأحياء، لأنه يوجد جيلان أو 3 سبقت ذلك الجيل والتي عاشت الفراشات البالغة فيه لأسبوعين أو 4 أسابيع على الأكثر ثم ماتت. والآن وفجأة
يوجد جيل سوف يعيش 9 أشهر، أي 9 أضعاف تلك الفترة. يعتقد أن هناك اختلافاً جينياً يتألف من حوالي 6 جينات يتميز به هذا الجيل، والذي يسمح له بالعيش كل تلك المدة. عادة ما يسمى بالجيل الهائل، إن طول عمر هذه الفراشات سيسمح لها بالطيران جنوباً 8 أسابيع وتحمل 4 أشهر من الشتاء، وثم البدء برحلة العودة شمالاً لإعادة تكوين جيل جديد من فراشات مونارك في الربيع. مع اقتراب الخريف تنخفض زاوية الشمس في منتصف النهار إلى أقل من 56 درجة. إن قصر طول الأيام إشارة لهذه الفراشات لتبدأ رحلة هجرتها، وستمكنها سلسلة من أعضاء الحس من توجيه نفسها خلال رحلتها جنوباً. السؤال هو، كيف تعرف الفراشات بالضبط بأي جهة تذهب؟ إننا نناقش عدة أشياء. الفراشات قادرة على تحديد طول النهار عبر الأعضاء الصغيرة الموجودة على قرون استشعارها، وهي قادرة على تحديد موقع الشمس فوق الأفق عبر حاسة البصر، وتقوم بالمعادلة مع ساعة بيولوجية في دماغها من أجل حركة الشمس باكراً في الصباح في الأفق الشرقي إلى الأفق الغربي في نهاية اليوم عندما تغرب الشمس. إذن إنها تتحرك جنوباً وتتابع اتجاهات الشمس وتعدل مسار طيرانها كل يوم. من أماكن بعيدة شمالاً مثل كندا وولايتي ميتشيغان ومين، تقطع فراشات مونارك مسافة وسطية تعادل 80 كيلومتراً يومياً. وبحلول منتصف أكتوبر تتقارب مسارات هجرتها الرئيسية، إذ أن معظم الفراشات تتمركز في جنوب ولاية تكساس قبل قطعها الحدود، ولكن بعضها يقطع طريقاً مباشراً أكثر ويطير عبر خليج المكسيك. وفي أواخر أكتوبر من الأمسيات التي تلي عبورها لموجة طقس باردة، تهبط فراشات مونارك على منصات استخراج النفط الموجودة عبر الخليج. ربما بسبب انجذابها نحو الضوء توقف الفراشات مؤقتاً أطول مراحل رحلتها الطويلة. هنا بين الأنابيب والحبال والآلات الثقيلة تستريح الفراشات الليلة. عام 1993 قام عالم الأحياء جيري روس وفريق من المتطوعين بتوثيق وجود فراشات مونارك على أكثر من 20 منصة خلال فترة مدتها أسبوعاً. ومع إشراق الشمس تقوم الفراشات بتحمية عضلاتها وتقوم بحساب مسارها وفقاً لموقع الشمس، من ثم تقوم باستئناف الرحلة. وبعد قطع الحدود الجنوبية لولاية تكساس تتجه فراشات مونارك الشرقية عبر مسافة تحليق عرضها حوالي 80 كيلومتراً. وأثناء هذه المرحلة من هجرتها جنوباً تتبع الفراشات تضاريس سلسلة جبال سيارا مادري الشرقية، ثم قرب منطقة اسمها سيارا غوردا تغير الفراشات اتجاهها بشكل مفاجئ وتعبر ممراً جبلياً باتجاه الجنوب الغربي نحو عمق المكسيك. وهناك تجد الفراشات نهاية الصحراء وبداية سلسلة جبال عرضية تمتد من الشرق إلى الغرب، وتلك هي سلسلة الجبال البركانية. سلسلة الجبال البركانية هي أعلى سلسلة جبلية في المكسيك،
تحوي جبالها مخزوناً هائلاً من المعادن الثقيلة التي قد يكون لها دور مهم في توجيه فراشات مونارك. الذهب والحديد والمنغنيز والنحاس تشكل كل هذه المعادن حقلاً مغناطيسياً غير طبيعي، ويبدو أن ذلك مهم لإحضار فراشات مونارك إلى هنا، لأن لدى هذه الفراشات جزيئات صغيرة من الحديد الأسود المغناطيسي في أجسامها عند قاعدة الجناح وفي الصدر وبالبطن، ويعتقد أن هذه الجزيئات تساعد الفراشات على التوجه إلى سلسلة الجبال هذه بالتحديد بسبب وجود حقل مغناطيسي غير طبيعي قوي جدا عند الاقتراب من هذه الجبال. لذلك تدور جزيئات الحديد الأسود هذه مثل المغناطيس في الخلية، وذلك يشير للفراشة أنها بحاجة إلى الذهاب وفق اتجاه محدد. حتى أواخر القرن العشرين كان الأناس الوحيدون الذين يشاهدون وصول الفراشات إلى المكسيك هم الفلاحون وعمال المناجم الذين يعيشون ويعملون في هذه الجبال البركانية. ثم في 2 يناير عام 1975 في غابة على بعد 112 كيلومتراً غرب مدينة مكسيكو سيتي، فتح اكتشاف مذهل الباب أمام باقي سكان العالم. لقد اجتمعت الملايين من فراشات مونارك في غابة أويميلفيرز على ارتفاع 3 كيلومترات فوق سطح البحر. لقد رأى العلم الآن الحجم الحقيقي لهجرة فراشات مونارك الشرقية. إن أحد أكثر الأشياء روعة بشأن هذه الهجرة هو أن كل الأفراد لم يسبق لها أن قامت بهذه الرحلة من قبل. لقد كان أجدادها من فعل ذلك قبل حوالي 4 أجيال. لا يوجد قائد سبق له أن قام بالرحلة، على عكس طائر الكركي الأمريكي أو طائر الكركي الكندي. لا يوجد بالغ أكبر وخبير ليقودها ويظهر لها أين تذهب وأين تتوقف في الليل. في النهاية ينتهي بها الأمر على الأشجار والأماكن نفسها وسفح الجبل نفسه الذي تركه آباؤها وأجدادها من السنة الماضية. منذ عام 75 تم اكتشاف 12 مستعمرة دائمة باقية رغم الشتاء في هذه الجبال. إن لكل منها مناخها المحلي المضبوط بدقة للمحافظة على حياة الفراشات حتى الربيع. إن متوسط الحرارة في المستعمرات يتراوح بين درجة ونصف إلى 15 درجة مئوية، إنها دافئة بما يكفي لتحمي الحشرات من التجمد، وباردة بما يكفي لتقلل من استنفادها للطاقة. وخلال فترة تزيد عن 4 أشهر تعيش مئات الملايين من الفراشات في حالة شبه سبات، بينما تستهلك ببطء احتياطي الرحيق الذي كدسته خلال الصيف. يؤمن كل من لحاء وأشواك شجر التنوب موطئ قدم مستقر، وعبر الجثوم على الأغصان بشكل متزاحم ولعدة طبقات يمكنها تحمل أيام وأسابيع من الطقس العاصف. ومع حلول الربيع تستعد الحشرات لترك أماكن قضاء الشتاء. وبعد أن
تدفئ الشمس المستعمرة، تغادر فراشات مونارك أماكنها المزدحمة لبضع ساعات في اليوم. إنها تقطع مسافات قصيرة باحثة عن الرحيق والماء اللذين سيكونان قوتها أثناء رحلة العودة. في الأماكن الأقل ارتفاعاً تتغذى الفراشات على الأزهار البرية المتفتحة حديثاً، وتمتص الرطوبة من النبات الرطب ومن الجداول أيضاً. إن ازدياد طول اليوم يثير تغيراً في طبيعة فراشات مونارك، ففي أوائل مارس تستعيد الأعضاء التناسلية لدى الفراشات نشاطها، ويعود الذكور إلى إنتاج النطاف والإناث إلى إنتاج البيوض. وبعد إتمام عملية التكاثر تترك الفراشات المستعمرات وهي مستعدة لتأسيس جيل جديد. تتزامن مغادرة فراشات مونارك للمكسيك مع ظهور محصول من نبات الصقلاب في جنوبي ولاية تكساس. وعندما تجد الإناث النباتات المضيفة تقوم بوضع بيوضها، وتكون بذلك دورة حياتها قد اكتملت وسوف تموت عما قريب. خلال فصلي الربيع والصيف تقوم الأجيال المتعاقبة من فراشات مونارك، كل جيل يعيش حوالي 4 أسابيع، بتتبع نبات الصقلاب وهو ينمو عبر الغرب الأوسط وفي جنوبي كندا. ثم في أواخر أغسطس قرب مزرعة ألبان في ولاية مينيسوتا على جانب بحري في أونتاريو، تظهر فراشات تنتمي إلى جيل هائل جديد وهي مستعدة لخوض رحلة الهجرة مرة أخرى. من المستحيل رؤية اليرقة تتحول إلى فراشة وعدم السؤال كيف. عملية تحولها ورحلة هجرتها ودورة حياتها، كيف حدث هذا وكيف تم تنظيمه وكيف يتم التحكم به؟ هذا التحول المميز والمذهل. عندما يواجه عالم الأحياء لغزاً مثل عملية التحول، فسوف يحاول رؤية هذا اللغز عبر عملية تحليل مثل استخدام العدسة المكبرة، معرفة ما المشكلة. بالنسبة لمعظم علماء الأحياء فإن تلك العدسة ستكون عملية تطورية غير موجهة. منذ أواخر القرن 19 كانت كل التفسيرات حول دورة حياة الفراشات أو أي حيوان آخر تشترك بمرتكز أساسي. لكي تعتبر علمية يجب أن تقوم بشكل حصري على الأسباب الطبيعية غير الموجهة. تم نشر هذا المنهج على يد تشارلز داروين في نظريته بشأن التطور عبر المتغيرات العشوائية والاصطفاء الطبيعي، واليوم هذا مقبول بشكل واسع كأمر أساسي في علم الأحياء الحديث. ولكن هل يمكن الأخذ بنظرية كهذا عند التحدث عن أصل عملية التحول؟ وفق النظرة التطورية للحياة، وبالتحديد وفق نظرة داروين للحياة، فإن كل شيء يفعله أي كائن حي وكل صفة يتمتع بها وكل تفاصيله مرتبطة بشكل كلي بما يتطلبه الاصطفاء الطبيعي. لذلك لبناء أولى الفراشات يجب أن يعمل الاصطفاء الطبيعي كلياً عبر التحولات الجينية، إنها المادة الخام للتطور. التحول هو خطأ في الحمض النووي للكائن الحي، وهو بديل عن الصيغة الجينية. تؤكد نظرية الاصطفاء الطبيعي أن تكرار وقوع التحولات عبر فترات فائقة الطول كانت أساس تطور كل أشكال الحياة المعقدة على الأرض. بالحديث بشكل عام، التحولات الجينية أخطاء تغير في شفرة الحمض النووي وتحدث بطريقة عشوائية، هي ليست محددة لتحدث وفق الترتيب الصحيح والتسلسل الصحيح والوقت المناسب.
لا يوجد أي تبصر ضمن هذه العملية ولا رؤية لما قد يحتاجه المخلوق في المستقبل. والآن هناك مشكلة في ذلك، خاصة عندما تقابل أهم عنصر من عملية التحول وهي الشرنقة. تصل شرنقة الفراشة بين نمطي حياة مختلفين للغاية. إنها تلعب دور الجسر وورشة العمل التي يتحول فيها كائن حي إلى كائن حي آخر. تمت مقارنة حجم هذا التحول بسيارة طراز فورد تي، والتي فجأة تغلف نفسها داخل مرعب. وفي الداخل يتم تفكيك معظم أجزاء السيارة إلى كتل من الحديد والمطاط والزجاج، ثم تقوم هذه الأجزاء بإعادة تركيب نفسها لتشكل مكونات أكثر تعقيداً من أي من الأجزاء السابقة. وبعد عدة أيام يفتح باب المرأب بقوة، وتظهر وسيلة نقل جديدة كلياً، وتبدأ التحليق في السماء. الآن المقارنة بمثال كهذا تدعو للسخرية. حتى لو كان ذلك ممكناً، لا أعتقد أن تحول سيارة إلى طائرة عمودية سيكون مثيراً للاهتمام مثل التحول الحقيقي الذي يجري داخل الشرنقة. منذ تكون الشرنقة تبدأ أنسجة اليرقة بالتحطم، ومن ثم يعاد تدويرها لتساعد في تكوين الأجنحة والأعين المركبة والأجهزة التكاثرية ونظام التوجيه، وكلها ذات جمال فائق وكفاءة مذهلة. لكن بالرغم من أهمية موت الخلايا في الشرنقة، فإن أصل هذه العملية يناقض المنطقة الرئيسية للاصطفاء الطبيعي. إن إحدى متطلبات الاصطفاء الطبيعي الرئيسية هو التكاثر. يجب أن تتمكن من صنع نسخ من نفسك، وبالتحديد من جيناتك، ويجب أن تتمكن من تمريرها إلى الأجيال القادمة. ولكن الشرنقة في حال لم تمثل جسراً لشيء سيحدث لاحقاً، فهي بمثابة تابوت. إذا كنت يرقة فستكون قد دخلت إلى قبرك بيدك، لأن تحويل جسمك إلى سائل مليء بالجزيئات أشبه بالانتحار. اليرقة إذا لم تصل إلى تطور النضج فهي بلا فائدة، لا تستطيع التكاثر، لن تحصل على أبناء، لذلك أنت في طريق مسدود من ناحية التطور. لذا لن يكون من المجدي أن تقتل نفسك إلا إذا كان لديك خطة سرية مخفية في جعبتك. نعم، حسناً، أعرف أنني أستطيع الانتحار لأن هناك من ينتظر أن يتكون. لن تدخل اليرقة إلى الشرنقة دون المعرفة بشكل متزامن. إن لها خطة للخروج من ذلك المكان. سوف تصبح في طور الفراشة الناضجة، وسوف تعيد بناء أنسجتها على الشكل البالغ، وستظهر وتسلك طريقها الخاص. ولكن هذه ليست طريقة عمل الاصطفاء الطبيعي، إذ لا يمكنه رؤية ما في المستقبل وتوقع ما قد يحتاجه كائن يتطور خلال أسبوع أو شهر أو خلال الألف سنة القادمة. إذن إذا كانت أولى اليرقات ستظهر إلى الوجود من دون تبصر، فمن غير المرجح حقاً أن يوقف الاصطفاء الطبيعي عملية هدم كموت الخلايا. ليس عدم وجود هذا التبصر هو التحدي الوحيد لنظرية داروين. لقد حدد علماء البيولوجيا أن الاصطفاء الطبيعي يستحيل أن ينجح في أخذ قفزات تطورية كبيرة. عوضاً عن ذلك، فإن العملية يمكن أن تتقدم فقط عبر التحرك ببطء ووفق خطوات تدريجية. في التطور، إن التغيرات الصغيرة نسبياً تتمتع بفرص أكبر لتمرر للأجيال القادمة، لأنها محدودة نوعاً ما في نطاقها، وذلك يعني أنها تسبب مشاكل أقل، وأنه يرجح أن يتحملها الكائن الحي. لكن عند التحدث عن أصل عملية التحول، فإن نظرية التغيير التطوري التدريجي تصل إلى طريق مسدود.
بالنظر إلى طبيعتها بالأساس، إن عملية التحول مسألة حياة أو موت، وعبر تاريخ علم الأحياء اعتمد نجاحها على التوافر الفوري لمجموعة كاملة من التوجيهات، من بينها الجينات والبروتينات وآلية التنمية اللازمة للدمج فيما بينها. يجب أن يكون كل شيء معد في مكانه مسبقاً، أن تكون الجينات جاهزة والعناصر التنظيمية التي تقوم بتفعيل أو تحييد الجينات. يجب أن تكون كل الخلايا مبرمجة حتى تستطيع التفاعل مع الإشارات، وعلى خلايا الجسم اليرقي أن تعرف أنها ستموت. اليرقة لا تفكر بهذه الأشياء، إنها لا تقول حان الوقت لتفكيك أغشية خلاياي، وحسناً ماذا بشأن الأحشاء؟ يجب أن أفعل شيئاً بشأنها. لا، يجب أن يحدث الأمر بسرعة وبشكل منسق. حالما دخلت اليرقة في مرحلة الشرنقة فلن تعود، ستكمل التحولات. لن تنجو اليرقة التي تمتلك عشرة أو ربع ما تحتاجه لإنهاء عملية التحول، لأن التوقف قبل انتهاء عملية تتطلب الخروج منها بالغاً مكتمل النمو لن ينفع أبداً. يجب أن تصنع أرجل حشرة بالغة وقرني استشعار بالغين وعينين بالغتين، ويجب أن تغير شكل الدماغ والاتصالات بين قرني الاستشعار والعينين، ويجب أن تعيد تشكيل جهاز الهضم لينتقل من أكل المواد النباتية إلى أكل الرحيق. ما هو عدد التحولات الجينية اللازمة لفعل ذلك؟ إن كانت العينان جيدتين وجهاز الهضم فشل، فذلك فشل للفراشة. وإذا كانت الأجنحة جيدة والأرجل جيدة والعضلات ليست جيدة، فلن تذهب الفراشة لأي مكان، فستموت. لقد بدأتم ترون مدى عمق هذه المشكلة، لذلك إذا كان التطور قد ابتكر هذه الآلية تدريجياً، فذلك بمثابة معجزة. إن عملية التحول لو أنها ظهرت أساساً نتيجة تطور غير موجه، فيجب أن تكون قد ظهرت دفعة واحدة، والانتقاء الطبيعي غير قادر على صناعة مثل هذه العملية. لصنع عملية مثل عملية التحول فستحتاج إلى نوع جديد من السببية، ستحتاج شيئاً يستطيع رؤية الهدف البعيد وإبقاء تركيزه على الهدف وتأمين كل الموارد الضرورية للتمكن من تحقيق الهدف من أول مرة. أعتقد أن السبب الوحيد الذي قد حقق ذلك هو قدرة واعية خارجية. من وجهة نظر فلسفية، إن اقتراح وجود قدرة واعية خارجية كتفسير لأصل وتطور الحياة يتناقض مع افتراضات العديد من علماء الأحياء. لكن عند النظر بموضوعية، قد تكون الأدلة على وجود قدرة كتلك كثيرة داخل جدار الشرنقة أو على جناح الفراشة. إن عملية التحول لا تتحدى رؤية داروين للحياة فحسب، بل هي في الواقع تشير بإيجابية إلى حقيقة وجود إبداع واعي وعبقري. إذا رأيت جهازاً ميكانيكياً بتطور تصميم الفراشة، فلن تتردد ولو للحظة واحدة في نسب ذلك للذكاء الواعي، لأن الفراشة أكثر تطوراً بكثير مما نستطيع استيعابه من أي شيء نصنعه. إن التخطيط والبصيرة والتفنن والهندسة اختصاصات ضمن خبرتنا، فعندما نرى هذه المعايير محققة في الطبيعة، عندما نرى هذه المؤشرات نقول إنها أدلة إيجابية على وجود تصميم ذكي. لبناء فراشة
إنك تحتاج إلى مسبب يستطيع تصور هدف بعيد المدى، ومن ثم يجب أن يدير كل خطوة في العملية المطلوبة لجعل ذلك يتحقق. فقط الذكاء هو القادر على فعل شيء كذلك. وستحتاج أيضاً إلى مسبب قادر على إعادة استخدام مكونات منخفضة المستوى لبناء شيء مختلف أرفع في المستوى. وبالنسبة للفراشات، إن الجينات والبروتينات التي تبني اليرقة هي نفسها تلك التي يعاد استخدامها لتكوين حشرة طائرة بالغة. باربرا ميكلينتوك الحاصلة على جائزة نوبل والمختصة بالوراثة قالت من المذهل أن كائنين بديعي التصميم يتشاركان بجينوم واحد. لبناء فراشة يجب أن تكون قادراً على جمع شبكة من البنى المساعدة الدقيقة مثل الأجنحة وأنظمة التوجيه وخرطوم الفراشة، وثم دمج كل هذه البنى لتصنع كائناً شديد التعقيد. وأنت بحاجة إلى مسبب له عين فنية في الألوان والأنماط والأشكال، ولديه حس من الجمال يفوق ويتعدى الأهداف المنفعية بكثير مثل التمويه أو تمييز الأنواع. قد تكون هناك مناحي من جمال الفراشات ليس هدفها هو التكاثر أو البقاء، وإنما لنا نحن البشر لنقدرها. من الأناس الذين أعرفهم يدرسون علم الأحياء لأنهم يجدونه جميل، ولا يوجد أي سبب ليصنع الانتقاء الطبيعي الجميل. إن الجمال يشير لما هو متسامي، إنه موجود بكل بساطة وكلنا نستطيع تمييزه، ويجب فقط أن نقر بما يشير إليه. كوننا بشراً إننا نتمتع بهبة عظيمة تسمح لنا بتقييم الأدلة والوصول إلى استنتاجات منطقية. هذا ما يقوم عليه العلم. عندما ترى آثار محددة في الطبيعة، فمن واجبك كباحث أن تجد المسبب الذي سيفسر وجود الآثار. عندما تعالج كل الأدلة التي تكشفها لنا عملية التحول، وثم ستسأل نفسك وفقاً لخبراتك ما هو نوع المسبب القادر على التسبب بهذه النتائج؟ وأعتقد أن الإجابة الوحيدة المنطقية هي ذكاء يسمو فوق العالم الطبيعي. مصمم ذو بصيرة ويتمتع بحس من الهندسة والتفنن والقدرة على إضاءة سماء بعد الظهر بدليل مذهل على أن الحياة على الأرض هي نتاج شيء أعظم من عملية عمياء غير موجهة.